السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في فيديو جديد من شرح مادة اقتصاد هندسي. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نقوم بشرح الـ Future Worth Analysis. سابقا تحدثنا عن الـ Present Worth Analysis في Chapter 5، وقلنا أنه الـ Present Worth Analysis بكل بساطة هي طريقة عشان أحدد إذا المشروع مقبول أو لا، برضو عشان أحدد إذا مين المشروع الأفضل بين مشروعين، يعني المقارنة بين المشاريع. بروح بجيب لي Present Worth بشرط أنه يكون ليهم نفس الـ Lifetime Period، تمام؟ أيوة. عشان أضمن هذا الإشي في كان عندي طريقتين، اللي هنا طريقة الـ RCM وطريقة الـ Study Period. فطريقة الـ RCM كانت تقوم على إيجاد الـ Least Common Multiple اللي هو المضاعف المشترك الأصغر بين الـ Lifetime Period للمشروعين، تمام؟ وبعدين بعمل مجموعة من الـ Cycles، وبعدين بشتغل وبجيب لي Present Worth، وبعد هيك بعد ما اجيب البريزنت وورث باخذ المشروع اللي له بريزنت وورث اكبر، تمام. اما بالنسبه لطريقه الستدي بيريود، فكان صاحب المشروع او المقاول يجي يعطيني ستدي بيريود معينه، ايوه، انا بدرس عليها المشروعين وبشوف مين المشروع الاحسن وبجيب لي بريزنت وورث على هاي الستدي بيريود. طيب نيجي الان في فيوتشر وورث اناليسيس، ايش راح يختلف عندي؟ هو فعليا ما راح يختلف شيء، ايوه. فالفيوتشر وورث اناليسيس ما راح يختلف شيء عن قواعد البريزنت وورث اناليسيس، بس الفكره كلياتها انه انا هنا راح اقوم بايجاد الفيوتشر وورث بدل ما اقوم بايجاد البريزنت وورث، حيث انه بالفيوتشر وورث اناليسيس المشاريع المقبوله اللي بيكون لها الفيوتشر وورث اكبر من صفر، اذا هو نفس مين؟ نفس البريزنت وورث. برضو نفس الشيء المشاريع الغير مقبوله نوت اكسبتبل اللي هي المشاريع اللي لها فيوتشر وورث اقل من صفر، هاي بتكون مشاريع خسرانه، تمام. في حال ميتشوالي اكسكلوسيف انا بختار المشروع اللي له اكبر فيوتشر وورث، في حال كان عندي اندبندنت بروجكتس ايوه راح اختار اي مشروع له فيوتشر وورث اكبر من صفر، تمام. طيب ايضا للمقارنه بين المشاريع اللي بكون فيها او بين الالترناتيفز اللي بكون فيها اختلاف في اللايف تايم بيريود، راح نستخدم طريقه الليست كومون مالتيبل زي ما استخدمناها في البريزنت وورث اناليسيس. برضو نفس الشيء ممكن نستخدم طريقه الستدي بيريود اذا قيدنا بها السؤال، تمام. وبالنهايه لازم الفيوتشر وورث اناليسيس والبريزنت وورث اناليسيس يعطوني نفس النتيجة. إذا سواء أنت اشتغلت present worth analysis أو future worth analysis على مشروعين لازم يعطوك نفس النتيجة، يعني لازم أنت تختار نفس الخيار. يعني لو كان عندي مشروع A و B وبس اشتغلت present worth analysis لقيت أن المشروع B هو اللي بدي أختاره، برضو لازم بعد ما تشتغل على future worth analysis لو رحت واشتغلت عليها لازم يعطيك future worth analysis أنه المشروع B أيضا هو لازم أختاره، تمام. وعشان نبين هذا الموضوع يجينا عملنا نفس المثال السابق، أيوة نفس المثال اللي حليناه سابقا، أيوة كان عندنا والله ماشين A وماشين B واشتغلنا هذا المثال على present worth analysis. الآن نجي نشتغله على future worth analysis والمفروض يعطينا نفس النتيجة. إذا بتتذكروا سابقا كانت النتيجة هي اختيار المشين بي، تمام. طيب الآن لازم يطلع معنا برضو اختيار المشين بي بس عن طريق الـ Future Worth Analysis. طيب طبعا في هذول المشروعين كان عندنا الـ Lifetime Period بتختلف، مثلا هنا 3 و 6، لأجل هيك لازم أجيب المضاعف المشترك الأصغر بيناتهم اللي كان 6، يعني هاي الثلاث مضاعفها 6 بعدين الـ 6 هي المشتركة بيناتهم. لذلك المشين A لازم أعملها 1 Cycle زيادة عشان اضمن انهم على نفس التايم بيريود، وبالتالي اقارنهم مقارنه صحيحه للفيوتشر وورث اناليسيس. طبعا الاي انترست ريت هنا عندي هي 10% بير يير. طيب نيجي للمشين اي، مشين اي لو اجيت ارسم لها الكاش فلو راح يكون عندي 0 1 2 3 4 5 6. طيب اول ثلاث سنوات راح تكون عليهم الفيرست كوست 20000، تمام. فاذا هاي 20000، بعدين في عندنا انيوال كوست مقدارها 9000، فهي 9000، بعدين في عندنا ايش؟ في عندنا سالفج فاليو مقدارها 4000 راح احطه على سنه 3، بعد هيك برضه بكرر هاي المبالغ مره ثانيه على الثلاث سنوات اللي ظلوا، ال 20000 راح تيجي على السنه رقم 3 اللي هي سنه رقم 0 بالنسبه للمشروع يوم اكرره مره ثانيه، تمام؟ السنه رقم 4 و5 و6 راح يكون عليهم الانيوال كوست الجديد اللي هي 9000 مره اخرى، برضه بالنسبه لل 4000 هاي السالفج فاليو راح تيجي على نهايه السايكل الثانيه اللي هي على السنه السادسه، وبالتالي هاي هون في عندي 4000. الان بدي اوجد الفيوتشر وورث، وين الفيوتشر وورث بوجده؟ عند اخر زمن، الفيوتشر وورث دائما موجوده عند اخر زمن، يعني وين؟ عند السنه رقم 6 لازم نطلع هون قيمه الفيوتشر وورث worth، تمام. لمين طبعا هو نحن نشتغل على A، فبالتالي انا بدي الفيوتشر وورث لA. طيب اول شيء في عندي مبلغ مقداره 4000 هذا موجب، فبالتالي انا عندي موجب 4000، هاي ما في داعي احركها. في عندي هاي ال 4000 لازم احركها مقدار 3 سنوات، فباجي بحركها بقول زائد 4000، طبعا هاي سالفج فاليو فبالتالي بتكون قيمتها موجبه على الاف جيفن بي بحركها، تمام.
لأنها single payment. طيب على interest rate كانت بالسؤال 10%، وأيضا عندي الأن عدد السنوات اللي حركتها فيه 3، من سنة 3 لسنة 6 فأنا حركتها 3 سنوات. طيب ناقص، أيوة ناقص مين؟ ناقص 9000. ليش حطيت ناقص؟ لأنه 9000 سالبة. طبعا 9000 هذا annual كامل، يعني من سنة 1 لسنة 6 بأخذه كannual 1. طيب ماشي، ناقص 9000 على ال F given A. طبعا لأنه الannual موجود عندي وأنا بدي ال future worth، فبستخدم ال F given A. طبعا بستخدم ال F given A بحيث انه اجي اقول على interest rate مقدارها 10%، برضو بالنسبة لعدد السنوات عندي اللي هن عدد دفعات عندي 6 دفعات من الانيوال، فبالتالي باجي بقول له هنا 6. بدي اروح اطلع هذا الفاكتور طبعا من الجداول واشتغل عليه. برضو عندنا ظل 20000، ال 20000 لازم انقلها بمقدار 3 سنوات، فباجي بحكي ناقص 20000 تمام على F given B 10%، طبعا هنا برضو 3. برضو بالنسبة للعشرين ألف اللي هون لازم نقولها بمقدار 6 سنوات، فباجي بقول ناقص 20000 وبنقولها على ال F given B على 10% تمام وعلى 6 سنوات. فبدي اروح اطلع ال F given B على 10% 6 سنوات. طبعا هنا ملاحظة بسيطة، احيانا ممكن يجيب لك سؤال مثلا يعطيك الصيغة، يعني يعطيك صيغة الفيوتشر وورث او يعطيك صيغة البريزنت وورث، فانت في هاي الحالة ايوه ممكن هو يبسطها. طب كيف ممكن يبسطها هون؟ ممكن يجي يدمج هاي ايوه مع هاي، يعني يجي يطرحهم من بعض، مثلا يجي يقول 4000 ناقص 20000، لانه لاحظ هذا الفاكتور نفس هذا الفاكتور اف جيفن بي على 10% على سنة 3، لو رحت اوجدتهم من الجدول راح يطلعوا نفس بعض، فبالتالي ممكن يجي نحكي 4000 ناقص 20000 فيطلع سالب 16000 تمام، فيعطيك الصيغة على شكل سالب 16000. فهنا في هاي الحالة هاي الصيغة بتكون هي الصيغة الصحيحة تمام. فاذا ممكن يعطيك اياها في بعض الحالات، ممكن انت اذا بدك تطلع بس فيوتشر وورث لعند A خلاص تعوض الفاكتورز مباشره وتطلع الجواب تمام. فاذا بس هاي الملاحظه حبيت انوه عليها، انه احيانا ممكن في بعض الاسئله ايوه يجي والله يعطيك خيارات ويكون من ضمن الخيارات صيغه للفيوتشر وورث، يقول لك طلع لي الصيغه الصحيحه لايجاد الفيوتشر وورث، فتطلع الصيغه الصحيحه مش موجود انها 4000 و20000 هيك مفصولات عن بعض، وانما بيجي بيحكي لك 4000 ناقص 20000 يعني سالب 16000، فبيجي بحط لك اياها سالب 16 في الفاكتور اف جيفن بي على 10% على سنة 3 تمام. هذا الشيء ان شاء الله راح نشوفه في الاسئله القادمه. طيب فالفيوتشر وورث لاي راح يطلع معي مقداره، لو رحت طلعته راح يطلع معك سالب 122168 دولار تمام. فاذا هذا الفيوتشر وورث لاي. طيب بالنسبة للفيوتشر وورث لبي بروح برسم الكاش فلو لبي. طبعا بالنسبة لبي هي بس وان سايكل اصلا، لانه بي يعني اللايف تايم الها كان هو نفسه ال LCM، فبالتالي بي ما في داعي اكررها. فنيجي نرسم الكاش فلو لبي، هاي بي هون هيك، وهي عندنا 0 1 2 3 4 5 6. طبعا هاي هون على سنة 0 في عندنا الفيرست كوست اللي هي عبارة عن 30000، وفي عندنا 7000 دولار هاي بتتكرر كل سنة annual cost تمام. في عندنا أيضا salvage value اللي هي سعر البيع موجود على السنة رقم 6 واللي هو مقداره 6000 تمام. فإذا الآن بدي أروح أوجد لفيوتشر وورث لهاي القيم كلياتها. لفيوتشر وورث لبي على سنة رقم 6 بيساوي أيوة تطلع قيمته هاي 6000 موجبة، بخليها زي ما هي ما في داعي نقولها تمام. ناقص عندنا 7000 سالبة تمام، ناقص 7000 على F given A بنقولها أيوة طبعا وين لفيوتشر وورث 7000؟ بكون على سنة رقم 6 مباشرة تمام، وهذا الحكي تعلمناه سابقا. طيب وهنا عندنا على 10% وعلى 6 سنوات طبعا نفس الانترست ريت، وناقص ال 30000 لازم نقولها 6 سنوات على الاف جيفن بي تمام. فناقص 30000 على الاف جيفن بي على 10% على 6 سنوات، طلع هاي الفاكتورز وعوضها وراح يطلع معك الفيوتشر وورث لبي سالب 101157 تمام دولار. فبالتالي طبعا احنا هنا بنلاحظ انه الفيوتشر وورث لبي احسن من الفيوتشر وورث لاي، بحيث انه هذا قيمته سالبه وهذا قيمته سالبه، فمين القيمه الاكبر؟ هي القيمه الاقرب للصفر، فبالتالي هاي هي القيمه الاحسن تمام. فبالتالي احنا رايحين نقول تشوز بي، فاحنا رايحين نختار بي، وفعلا هاي النتيجه طلعت معنا يوم حللنا نفس هذا السؤال على البريزنت وورث اناليسيس، طلعت النتيجه بالاخير انه اختيار بي تمام. فبالتالي احنا هنا بنستنتج انه لازم النتيجه تطلع نفسها اذا سواء اشتغلت بريزنت وورث او فيوتشر وورث اناليسيس، او حتى لو اشتغلت انيوال وورث اناليسيس، وهذا الشيء ان شاء الله راح نتعلمه في التشابتر القادم تمام. طيب نيجي للسؤال الثاني على نفس الموضوع، بيحكي لك US Printing is considering two alternatives for delivering ink to major newspaper and magazine publication customers. يعني بيحكي لك والله اللي هن الطابعات او يعني شركات
الطباعة، أيوة في أمريكا. المهم هاي الشركات قالت لك في عندنا تو الترنيتيف، زين تو أو طريقتين، أيوة طريقتين لنقل الحبر، أيوة لا اللي هن نيوز بيبر والمجازين بابليكيشن كاستمرز، اللي يعني بدهم ينقلوا الأحبار اللي هم بصنعوها لعند الشركات تاعت الجرايد والنيوز بيبر وهاي القصص. المهم مش مهم هذا الحكي، المهم إنه الترنيتيف إيه قال لك ويل هاف أ فيرست كوست، راح يكون له فيرست كوست مقدارها 100,000 دولار، أند أنيوال كوست، ويلو أنيوال كوست 25,000 دولار and 30,000 دولار salvage value at the end of 3-year life. فإذا alternative A له 3-year lifetime، تمام؟ فإذا لو نجي نعمل جدول يعني هون نجي نحكي والله بالنسبة لA، A لها قيمة first cost ولها أيضا هاي first cost ولها أيضا annual cost، annual cost ولها أيضا salvage value، تمام؟ ونجي نحكي هون اللايف للA. طيب بالنسبة للفيرست كوست لأي والله هي 100,000 دولار كانت بالسؤال، تمام؟ أما بالنسبة للأنيوال كوست فكانت 25,000 دولار، وبالنسبة للسالفج فاليو كان مقدارها 30,000 دولار، تمام؟ والمدة الزمنية كانت 3 سنوات. طيب بالنسبة الآن للالترنيتيف الثاني، أيوة قال لك الترنيتيف في ولها فيرست كوست 200,000، فبالتالي عندنا بي كان له 200,000 دولار first cost with no annual cost or salvage value. إذن ما إلو alternative B أي annual cost ولا إلو salvage value. ممتاز. طيب بعدين بحكي لك because it involves a third party contract for 6 years. فبالتالي بقول لك طبعا مدة alternative B هي 6 سنوات، تمام بالنهاية. طيب ماشي، بحكي لك at an interest rate بمعدل فائدة I بيساوي 15%، أعطيني the future worth لكل alternative. فبدو the future worth لA وال future worth لB. بلاحظ أنه هنا أنا عندي هذول ال two alternatives أيوة لهم life مختلف، فبالتالي يعني هذا 3 وهذا 6، فبالتالي هذا أبو الثلاث لازم إيش أخليه 6، فأعمله سايكل زيادة، تمام، على المضاعف المشترك الأصغر. فطلعت ال LCM طلع والله عندي 6، فأنا بدي أشتغل على 6. طبعا البي ما في داعي أعمله سايكلز، أما بالنسبة لA لازم أعمله 1 سايكل إضافية بحيث إنه أحقق يكون إلهم نفس البروجكت ديوريشن. فباجي والله بالنسبة لA نيجي نرسم الكاشف لو إلها هاي 1 2 3 4 5 6، تمام. طيب فعندها 100,000 دولار على الفيرست الفيرست كوست، عندها 100,000 دولار هون، تمام، هذول 100,000. أيوة بالنسبة على الأنيوال كوست عندي 25,000 دولار، هذول مدة 3 سنوات لأنه كانت مدتها في البداية 3 سنوات، فخمسة وعشرين ألف، والسالفج فاليو إلها 30,000 دولار. الآن برضو بكررها مرة ثانية، بعملها وان سايكل إضافية على طريقة ال LCM، باجي بحط هون 100,000 عندي، وبعدين هون 25,000 نيجي نحطهم هون، هذول الأنيوال كوست، وفي عندنا على السنة السادسة راح يكون في عندنا 30,000. طيب الآن بدك تطلع الفيوتشر وورث لأي، تمام، وبعديها راح نشتغل على بي ونطلع الفيوتشر وورث لبي. طيب فنيجي نطلع الفيوتشر وورث لأي، نيجي هون، فالفيوتشر وورث بالنسبة لأي بيساوي أول إشي في عندنا والله 30,000، هاي موجب وحطها زي ما هي سالفج فاليو. طيب في عندنا بعدين زائد 30,000، هاي بدي أنقلها على سنة رقم 6، فباجي بحكي زائد 30,000 على ال F given B بنقولها، والآي عندنا كانت بالسؤال 15% وبدي نقولها بمقدار 3 سنوات. طيب فبالتالي بروح بطلع ال F given B على 15% وعلى جدول 15% وعند N بتساوي 3. طيب ناقص، نيجي من ناقص هسه ال 25,000 هاي اللي هو هذا كلياته annual worth واحد بعتبره، فباجي بحكي ناقص 25,000 على ال F given A، وأنا باجي بشتغل على 15% طبعا وعلى 6 سنوات. أنا قاعد بشتغل لأنه أنا عندي 6 دفعات طبعا بالنسبة للأنيوال. طيب وبالنسبة لل 100,000 هاي باجي بنقولها مقدار 3 سنوات، فباجي بحكي ناقص 100,000 على F given B، أيوة 15% وهون على 3 سنوات. طبعا هاي لاحظ انها نفس الفاكتور هذا، فممكن يدمج لك اياهن مع بعض ويجيب لك سؤال يعني خيارات، فتطلع عندك 30,000 ناقص 100,000 يعني ناقص 70,000، فيطلع هذول الاثنين مدموجات مع بعض وتشوفهم ناقص 70,000 في F given B ب 15% و N بتساوي 3، تمام. طب نيجي نكمل، ظل عندنا كمان ال 100,000 الأخيرة اللي بدنا نقول اللي بدنا نقولها على F given B على 15% وبدنا نقولها لمدة 6 سنوات اللي هي هاي آخر دفعة، تمام. روح طلع الفاكتورز من الجداول واضربهم مع بعض، بطلع عندك الفيوتشر وورث بالنسبة لA راح يطلع معك مقداره سالب 527,000 تقريبا، فبالتالي يعني راح يطلع سالب 527,000 دولار. طبعا انا هون حاط الجواب يعني من قبل، تمام. طيب فبالتالي احنا هاي بالنسبه للفيوتشر وورث لA. طب بالنسبه للفيوتشر وورث لB،
ايوه كيف نيجي نطلعه؟ لازم نرسم الكاشف لولبي. البي ما كان لا لها انيوال كوست ولا لها سالفج فاليو، كل اللي لها بس فيرست كوست، واصلا مدتها كلياتها كانت 6 سنوات، فما في لها سايكلز. فباجي بقول 0 1 2 3 4 5 6، بعدين باجي بحط له الفيرست كوست اللي هي عباره عن 200,000 دولار وبس، ما في غير هيك. بدي اجي اطلع من هاي القيمه انقلها واجيب لها ايش؟ الفيوتشر وورث الموجود هون، تمام؟ فالفيوتشر وورث لبي راح يكون ناقص 200,000، تمام؟ ايوه على الاف جيفن بي راح اجي انقلها، والاي عندنا 15% زي ما اعطاني اياها في السؤال، ولمده 6 سنوات انا بدي اجي انقلها بدي احركها. فبالتالي انا في عندي هنا راح يطلع الفيوتشر وورث لبي مقداره راح يطلع معي سالب 463,000، هيك المفروض يطلع معك طبعا تقريبا هذا الحكي، يعني ممكن يطلع معك سالب 462,009 زي هيك. فالمهم يعني تقريبا سالب 463,000، وهيك انت بتكون طلعت الفيوتشر وورث لبي وطلعت الفيوتشر وورث لاي لاي، والجواب راح يطلع معك اللي هو الخيار الاول، تمام؟ طبعا ممكن يجي طالب يغلط وينسى انه ما يعمل طريقة ال سي ام، يعني ما يروح يعمل سايكل لاي، تمام؟ في هاي الحالة انت بتطلع غلط، يعني بتشتغل على اي غلط. كيف تشتغل غلط؟ لانك انت رايح تطلع اذا ما عملت سايكل لاي وخليت مدتها 6 سنوات، انت راح تكون بتطلع الفيوتشر وورث لاي على سنة رقم 3 مش على السنة رقم 6، وهذا الحكي غلط. لازم بالنهاية احنا نطلع الفيوتشر وورث لنفس المشروعين على نفس السنة، تمام؟ يعني لاحظ انه اي بطلع له الفيوتشر وورث على سنة 6، وايضا بي بطلع له الفيوتشر وورث على سنة 6. برضو نفس الشيء بالنسبة للبريزنت وورث، كنا نطلعه للمشروعين على سنة 0 بحيث يكون لهم نفس المدة الزمنية، تمام؟ ولأجل هيك احنا هون بنعمل طريقة ال LCM في حال احنا استخدمنا الفيوتشر وورث اناليسيس او البريزنت وورث اناليسيس. ولهون بتكون انتهت محاضرتنا اليوم، وان شاء الله في المحاضرة القادمة راح نشرح اخر موضوع في هذا الشابتر واللي هو الكابيتالايزد كوست اناليسيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في امان الله.